من مختلف المنابر وعبر المتاح من المواقع داخليا وخارجيا، يستمر سعي الإطار السياسي ورجل الأعمال الشاب سيدي محمد الكعم لخدمة الوطن. هنا في واشنطن وفي تظاهرة سياسية حاشدة نظمها، كان لقاء جمع نخبة من مختلف أطياف الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية في سياق تقدمه لترشيحات حزب الإنصاف عن دائرة أمريكا وكندا. مداخلة رئيس بعثة حزب الإنصاف الوزير سيد أحمد المحمد دارت حول التأكيد على أهمية الانتخاب في حد ذاته بغض النظر عن توجهات الناخبين. هون الرواية ما هي محتاجة نقولها لكم، غير محتاجة نأكد عليها، لأن التصويت ستار درواسي فيه. أي حد مواطن يتمتع بحقوقه المدنية التصويت واجب عليه، يعني يصوت. ما معناه أنه يعود الله مرشح واحد قريب ولا واحد صعب ولا ما يصوت، لانه هون اياك توقف قدام هاي السلطه وتنتقدها، وهذا لازم تعود شاركت في انتخاب. وعن الدوافع والمؤهلات التي خولته التقدم للمنصب التشريعي، تحدث الكعم عن اتساع علاقاته في المجتمع الامريكي وخبرته في السوق الموريتانيه، ما يمنحه القدره على تعزيز مسار العلاقات الاقتصاديه بين البلدين وخلق مناخ استثماري تبادلي. كان السطر الاول يوم قدمت البلاد هذه لأكون من منظومة هجرة مواطني بلاد هنا، وكان سطر آخر حين ولجت عالم الأعمال بعد سنوات من الكدح اليومي. تطور ذلك الشأن إلى نسيج من العلاقات الاستثمارية أفضى فيما بعد إلى جلب استثمارات إلى بلادنا. خلال الأمسية التي شهدت حضورا نوعيا، تتالت المداخلات مشيدة بالمرشح والكعم، معبرة عن تزكيتها له ودعمها مساعيه لترسيخ وتوسيع نطاق دوره الريادي منذ عقود في خدمة الجالية من خلال تمثيلها تحت قبة البرلمان. سيد محمد إنسان ناجح ونحن مشجعينه، ونعرف أنه إذا اختار الحزب سيكون اختيار لأي يخدم دولتنا ويخدم حزبنا، ونحن نتقبله بصدر رحب. ولم تكن أصوات الحاضرين للأمسية السياسية وحدها المطالبة بترشيح سيد محمد والداعية لانتخابه، فمن داخل الوطن جاءت النداءات من سياسيين وفنانين وحقوقيين، معتبرين دخوله البرلمان خطوة في مسار الإصلاح. وهذا الرجل حقيقة أني عرفته في الولايات المتحدة، وعرفت فيه ياسر من الإخلاص والجدية للعمل ومن أجل الآخرين، فهو يسعى من أجل مصلحة الجميع لا لمصلحته هو. هذا حقيقة شاهدنا في سيدي محمد الكعم. سيدي محمد الكعم هذا اللي مترشح لمقعد البرلمان عن القارتين الأمريكيتين، أنا عرفته فيه قيم متعدلة من قيم المغافرة، هو وفي وصدوق وصادق في اللي يوحل فيه. سيدي محمد الكعم سياسي ومستثمر عصامي له أيادي جليلة يذكرها جل من عايشوه، فهو يحظى بقبول كبير في الجالية ويتمتع بشبكة علاقات مميزة في موريتانيا وخارجها، ووجوده في البرلمان ممثلا للجالية سيكون فرصة لتحسين ظروفها نظرا لثقافته ورؤاه التنموية التي تستند على تجربة طويلة في المجالين الاقتصادي والسياسي.